ولدت مديحة كامل صالح أحمد في 3 أغسطس 1948 بمدينة الإسكندرية. الأب يملك مدار بروز على النيل على ترعة المحمودية، وترتيبها الثاني بين إخواتها الستة، وكانوا 3 بنات و3 أولاد. ودي صورها وهي صغيرة وهي شابة، صور نادرة ليها، كانت جميلة فعلا، وقالوا عليها تحمل أجمل عيون. التقت مصادفة بالمخرج أحمد ضياء الدين، ورأى فيها وجها جميلا يصلح للتمثيل في السينما، فعرض عليها المشاركة بالتمثيل في أحد أفلامه. وطارت مديحة كامل من السعادة عند سماعها لذلك العرض، ولم تتردد لحظة واحدة في الموافقة، لكنها لم تهنأ بسعادتها كثيرا، حيث رفض أهلها الموضوع برمته. في الفترة نفسها تقدم رجل الأعمال محمود الرئيس لخطبتها، وكان يقبلها كثيرا، لكنه ذو أخلاق وابن عائلة محترمة، كان عمرها وقتها 17 سنة. وعندما عرض الأمر عليها صمتت لفترة وفكرت في الأمر، ولم توافق على الزواج به إلا عندما علمت أنه سيوافق على عملها بالفن، ولم توافق من أجل الحب، فهي لم تحبه إلا فيما بعد، ولم يكن حبا قويا بسبب مشكلاتها المستمرة معه. في عام 1963 أنجبت ابنتها الوحيدة مريهان، وفي العام نفسه حصلت على الثانوية العامة والتحقت بقسم علم النفس كلية الآداب جامعة عين شمس. هنا مع بنتها مريهان، صورة جميلة، وهنا بعد ما كبرت شايفين الشبه الكبير بينهم، كأنهم واحدة وأختها. تقول ابنتها مريهان أنها عندما كانت في سن صغيرة تربت في بيت خالتها بالإسكندرية، لأن والدتها لم يكن لديها الوقت لكي تعيش معها، وكانت تزورها من فترة لأخرى. وعندما تمت الابنة 12 سنة، قررت مديحة كامل أن تأخذها لمنزلها الخاص في المهندسين. ثم أعلن التلفزيون عن مسابقة لاختيار ممثلات جديدة، فتقدمت لها ونجحت، وأعجب بها المخرج حسن إسماعيل، فأسند إليها دورا في تمثيلية الحائرة 1964. وفي العام نفسه شاركت في فيلم فتاة شاذة، هنا رشدي أباظة، وادي مديحة كامل ورشدي أباظة. تسبب فيلم فتاة شاذة في انفصالها عن زوجها لاحقا عام 1965، بعد 3 سنوات زواج، بسبب غيرته الشديدة عليها، وما تردد عن قصة حب تجمع بينها وبين رشدي أباظة، وهي الشائعة التي وصلت لزوجها والذي كان يغار عليها بشدة، وحدثت بعض المشكلات بينهما، وكانت وقتها لا تزال تدرس الآداب في جامعة عين شمس. ودي صورة نادرة مع حسين فهمي وعادل أدهم. ترددت أيضا في تلك الفترة شائعات بعلاقة عاطفية جمعتها بأحمد رمزي، لكنها نفت كل هذه الشائعات فيما بعد. أسندت إليها في عام 1970 صديقتها ماجدة الخطيب دورا في فيلم دلال المصرية، مما أتاح لها لقاء حسن الإمام صانع النجوم. ثم عرض عليها المخرج اللبناني سمير الغصين بطولة فيلم قطعة شارع الحمراء عام 1971. تزوجت في تلك الفترة من المخرج شريف حمودة، غير أنها انفصلت عنه بعد عدة أشهر بسبب رغبتها في العمل الفني، واهتمت حينها بالعمل وابنتها الوحيدة مريهان، لأنه دعاها أيضا إلى الاعتزال والتفرغ لحياتها الزوجية. نفس المشكلة في كل جواز، عانت من مرض القلب طوال حياتها، وأصيبت المرة الأولى بجلطة عام 1975 أثناء تصويرها مسلسل الأفعى، إلا أن متاعبها الصحية الجدية بدأت قبل وفاتها بعام، حيث ظلت طريحة الفراش في مستشفى مصطفى محمود لمدة 10 أشهر بسبب ضعف عضلة القلب وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر، مما استدعى مكوثها في المستشفى لفترة طويلة. ودي مشاهد من أعمالها الفنية، كتير كانوا بيحبوها، الجمهور كمان كان بيحبها. منتصف السبعينيات كانت نقطة التحول الكبرى في حياتها، حيث وافقت على قبول دور البطولة في فيلم الصعود للهاوية 1978 إخراج كمال الشيخ، ونالت عن هذا الفيلم جوائز كثيرة. بدأت مرحلة جديدة في مسيرتها الفنية، تميزت فيها بتقديم أدوار الإثارة والجرأة، بالإضافة لأدوار عبرت فيها عن تميز موهبتها الفنية
فقدمت نحو 75 فيلم سينمائي. هنا مع نور شريف مشاهد من أفلامها. كانت مشهورة جدا طبعا. توالت النجاحات وقدمت أعمالا مهمة، منها دور السياسية مطاردة معتقلة ومقهورة في فيلم العراف عام 81 إخراج عاطف سالم، وشاركها البطولة عمر خورشيد والذي كانت تعتز بصداقته كثيرا، وأيضا ربطت بينها وبينه الشائعات، غير أن مديحة كامل تزوجت بعدها من المحامي جلال الديب والذي جمعتها به قصة حب كبيرة وتعتبره مرهان ابنتها مثل والدها، لأنه قام بتربيتها وعاملها بحنان الأب وعطفه. وعن الزواج الثالث تقول ابنتها مريان: أما ثالث أزواج أمي كان المحامي جلال الديب وهو الذي رباني واعتبره مثل والدي، وقد جمعته مع أمي قصة حب رائعة توجت بالزواج. دي قصة مديحة كامل فنانة المشهورة. هنا لقطة مع حسين فهمي من أحد الأفلام، وأدي نور الشريف. هنشوف أسرار تانية برضو ولبسها الحجاب في آخر أيامها. قالت ابنتها مريان أنه في أحد الأيام عرض مديحة كامل من هولندا حيث كانت تصور فيلما هناك، وكانت في حالة نفسية سيئة جدا بعدما قابلها أحد أقربائها هناك وقال لها أنه لم يصافحها لأنها تثير الغرائز بأفلامها، وقال لها أيضا: احذري أن ينصب غضب السماء على ابنتك لتكتوي أنت بنارها. وكان لهذه الكلمات تأثير نفسي كبير عليها، ثم فوجئت بإصابتها بسرطان في الثدي وأجرت جراحة ناجحة في لندن لاستئصال الورم، وطلبت من ابنتها مريان أن تدعو لها ووعدتها قبل دخولها غرفة العمليات أنها ستقلع عن التدخين والسهر إذا شفاها الله، لكن سرعان ما عادت مجددا لحياتها الأولى مما أزعج ابنتها مريهان. وكان فيلم بوابة إبليس عام 1993 مع محمود حميدة وهشام عبد الحميد إخراج عادل الأعصر هو آخر أفلامها. قررت الاعتزال وارتداء الحجاب عام 1992 أثناء تصويرها فيلم بوابة إبليس، مما سبب مشاكل بينها وبين المنتج حيث كان يتبقى لها عددا محدودا من المشاهد، ورفضت استكمال مشاهد اليومين المتبقيين في تصوير الفيلم، مما دفع فريق العمل للاستعانة بدوبليرة لاستكماله وخروجه للنور حيث حقق نجاحا كبيرا لدى عرضه. في أحد الأيام دخلت في مشادة كبيرة، وفي اليوم التالي جلست وهي تبكي وطلبت من ابنتها مسامحتها والذهاب معها لأحد دروس العلم. وقتها ارتدت مديحة كامل الحجاب للمرة الأولى ولم تخلعه ثانية. لو أعجبكم الفيديو فبيت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا.